بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه طيبين. احنا بنعيد كام عيد في فتره الصوم المقدس؟ كام عيد كده؟ مش قال عيد البشاره؟ عيد ايه؟ صليب؟ ها؟ في عيد تانيه؟ في عيد تانيه؟ ها؟ شد حالكم شوية. ها؟ في حد قال الشعنين. الايه؟ في حد قال الشعنين. شعنين؟ ولا انت بتمليهم ولا ايه؟ بتساعدهم ايه؟ طب حد الشعنين في حاجة تانية؟ نعم؟ خميس العهد. خميس العهد. في حاجة تانية؟ طب مظبوط كده. عارفين دول في اتنين عيد او ثلاثة اعياد، عيد سي ثلاث اعياد سيدية اللي هم ايه؟ بشارة، شعنين، خميس العهد. فيهم عيد سيدي كبير وعيد صغير صغير. مين الكبير والصغير؟ بشارة وايه؟ والصغير مين؟ خميس العهد. لو انتم مذاكرين اهو. هكلمكم عن التجسد الالهي، بس انا عايز الاول ايه؟ اعرف افكاركم ايه عن التجسد الالهي؟ تعرفوا ايه عن التجسد الالهي؟ ايوه. ربنا اتجسد. الجسد نزل ايه؟ خد الجسد زينا. جسد ونزل. ها؟ جسد ونزل وخد جسد زينا. ها؟ حد تاني؟ ده بس اللي نعرفه؟ نعم؟ قلت ايه؟ برافو عليك. ها؟ كويس. انتوا عندكم معلومات جميله اهي. حد يعرف هنا؟ طب تيجوا الناحيه دي، تيجوا معانا كده الناحيه دي. طب انا هقرا معاكم حاجه كده وايه؟ و ركزوا معايا في الحراره دي. الله بعد ما كلم الاباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأونة الأيام الأخيرة في ابنه. يقول إيه؟ الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فهمتوا ايه من الكلام ده؟ نعم؟ كان في تهيئة قبل ما ميلاد مثلا المسيح يجي، يعني الأنبياء والآباء. طب ايه الطرق الكثيرة اللي بتتكلم عنها دي؟ ايه الطرق الكثيرة دي؟ انتوا عارفين ان ربنا كلم الآباء ولا ما كلمهمش؟ كلمهم ازاي؟ ها؟ بالنبوات. حد تاني؟ طب كلم حد مباشرة كده؟ حصل كلام مباشرة مش كده؟ كلم مين؟ كلم مين؟ بقول لك بقى بأنواع كثيرة، إيه هي؟ كلم يعقوب. ها؟ كلم جدعون. ايوه. نعم. بامثال كان يحكي له امثال كده. كلم يوحنا. كلم يوحنا طبعا في العهد القديم. طبعا كلم يوحنا في العهد القديم. قال له ايه؟
كان يوحنا في العهد القديم قال له ايه؟ طب اول واحد كلمه ادم ولا ما كلموش؟ كلمه مش كده؟ قال من جميع شجر الجنه تاكل اكل مش كده؟ كلم مين كمان؟ وحواء مش كده؟ مين كمان؟ نوح. نوح مين؟ ابراهيم. يعقوب. فكان بيتكلم موسى طبعا. فكان بيتكلم مباشرة. يا ترى كان صوت بيسمعوه ولا كان حاجة تانية؟ طب لما قال لآدم أين أنت يا آدم؟ فآدم رد عليه قال له إيه؟ سمعت صوتك ها؟ ماشيا في الجنة فخشيت لأن عريان فاختبأت. إذن هنا إيه؟ ما كانش مجرد كلام. ما كانش إيه؟ ما كانش مجرد كلام. بعد كده ابتدى يكلمهم بالأنبياء بقى. روح يا موسى قول لهم. فموسى ايه؟ يبلغ. ومره كلم الشعب كله، حد فاكر فين؟ نعم؟ فين؟ السمكه والخبزين، ده كل ده في العهد القديم طبعا. طبعا كله في العهد القديم. طب كويس. امتى كلم الجموع كلها؟ في شبه جزيرة سينا. في شبه جزيرة ايه؟ سينا. اذا يعوزنا حاجة بقى، ايه هي؟ نقرا العهد القديم عشان نعرف ان كان يوحنا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، ونعرف معجزة الخمس خبزات والسمكتين كانت في انهي ايه؟ كانت في انهي عهد؟ يلزمنا كده. احنا داخلين عشان خاطر نخدم، فمش معقول ان احنا نخدم وبعدين نوصل نلاقي الولد يروح سائلني سؤال وانا اقول له ايه؟ ان ربنا كلم يوحنا في العهد القديم وعمل معجزه الخمس خبزات والسمكتين في العهد القديم. هو عمل معجزه في العهد القديم عشان الاكل بس، ما كانش الخمس خبزات والسمكتين، كانت ايه؟ كانت ايه؟ المن اللي نزل من السماء مش كده؟ طيب خلي بالكم بقى، احنا ايه؟ يعني بناخد هنا اعداد، لكن لازم يكون عندنا مجهود نعمله في البيت، هو ايه؟ نلم بالكتاب المقدس من العهد القديم. لازم اوعوا تتخدعوا في فكره ان العهد القديم ده ما نرجع بيه. اوعى تفتكروا كده. العهد القديم مهم جدا لانه مقدمه للعهد الجديد. طيب هنرجع بقى لايه؟ بيقول ايه؟ بيقول الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا نحن في ابنه في الايام الايه؟ الاخيره. كويس قوي. وبعدين يقول ايه؟ وايضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ولتسجد له كل ملائكة الله. بس هو يقول إيه؟ وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم. تفهموا إيه من كده؟ حد يقول حاجة؟ الابن ده كان موجود قبل ما يدخل العالم ولا كان مش موجود؟ كان موجود.
كان موجود. لما ادخل البكر يبقى اذا ها كان موجود قبل ما يدخل، مش كده ولا ايه؟ في وجود سابق لدخوله للعالم. يا ترى الوجود ده امتى؟ الوجود ده امتى؟ شدوا حيلكوا شوية. طيب، في البدء كان الكلمة، في البدء كان الكلمة، حد سمع كلمة في البدء قبل كده؟ ايه؟ ها؟ سفر التكوين بيقول ايه؟ في البدء ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض. في علاقة بين الاثنين دول؟ ايه العلاقة بينهم؟ ايه العلاقة بين في البدء خلق الله السماوات والأرض وفي البدء كان الكلمة؟ طب أنهي فيهم عبد الثانية؟ أنهي فيهم عبد الثانية؟ ها؟ في البدء كان الكلمة قبل في البدء. ليه؟ دي جت الأولانية في سفر التكوين، أول سفر التكوين، والثانية أول إنجيل من إنجيل العهد الجديد. ففي بينهم مسافة كبيرة. ها؟ أنهي فيهم الأول؟ برضو؟ طب ليه؟ ليه في البدء كان الكلمة قبل في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ ليه؟ نعم؟ عشان هو كان في البدء. طب بس ليه؟ لأن الصانع يجب أن يتواجد، يكون موجود قبل ما يصنع، ولا الأول يصنع وبعدين يتوجد؟ ها؟ بس أنا قلتها الصانع هو حقيقة، كلمة تانية إيه؟ ها؟ ولو أنها اتقالت كلمة نصنع الإنسان كشبهنا كصورتنا، هو نصنع يعني إيه هنا؟ خلق. طب ومين الخالق؟ مين الخالق؟ الله. يبقى إذن الكلمة هو إيه؟ الله. سهل يعني الله، دي العقيدة سهلة خالص، سهل جدا إن أنا إيه أفهم العقيدة بمنتهى السهولة بمنتهى السلاسة، سلسة أو سهلة. يقول لك إيه؟ في البدء كان، وخلي بالك من كلمة إيه، في البدء كان، يعني قبل في البدء كمان كان. طب لغاية كان إمتى؟ ارجع لورا، ها ها ها، لغاية فين؟ لغاية ما لا نهاية. لغاية ما لا نهاية، الما لا نهاية ده اسمه ايه ده؟ الأزل. برافو عليكم. يبقى إذا السيد المسيح له وجود أزلي قبل أن يتجسد. خلاص كده؟ فهمنا التاني؟ عشان خاطر ايه بقى؟ واحد يقول لك ايه؟ ده المسيح ما قالش عن نفسه ان هو ربنا، ما جاتش. واحنا بيني وبينكم لو جه المسيح قال انا ربنا كان هيعملوا فيه ايه؟ كان هيرجموه، صحيح؟ كان هيرجموه، او تتحول المسيحيه الى عباده وثنيه على طول. فهمتوا الحته دي؟ فعشان كده ايه بقى؟ سابنا احنا نستوعب لاهوته من الاحداث اللي بتحصل. عشان كده قال ايه؟ الاعمال التي انا اعملها هي ايه؟ تشهد لي. هي تشهد لي. فهمت الحته دي؟ طب كويس، يبقى اذا في وجود ازلي للسيد الايه؟ المسيح قبل ايه؟ التجسد. وبعدين يقول ايه؟ والكلمة صار جسدا. ها؟
والكلمة ها صار جسدا. يعني ايه؟ هل تحول؟ يعني مثلا ايه؟ هقول لك ان فلان الفلاني ده درس كلية هندسة وتحول للكمبيوتر او صار عالما في الكمبيوتر، هنا ده عملت ايه؟ دي تحول، دي تحول. يا ترى صار جسدا بنفس الكافية كده؟ يعني هو كان إله وتحول بقى جسد؟ أمال إيه؟ اتخذ إيه؟ جسدا. اتخذ إيه؟ جسدا. طب نرجع كده لإيه؟ هو أنا بقرا رسالة إيه دي؟ اللي أنا بقراها دي يوحنا الأولى. أنتوا سمعتوا النص ده قبل كده؟ الله بعد ما كلم الأنباء بالأنبياء قديما بطرق وأنواع كثيرة كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. سمعتوا النص ده قبل كده؟ سمعتوه فين؟ ولا ما سمعتوش؟ حد فيك سمعه؟ يرفع ايده، اللي سمع النص ده قبل كده يرفع ايده. ما عدا بشو يعني؟ ايوه حبيبي فين؟ مش فاكر بالظبط، طب قول لي اللي مش فاكر. مش فاكر بس انا سمعته. انت سمعته بس انت مش فاكر، ها؟ انت سمعته من الوقت مش كده؟ ها؟ ده البولس بتاع عيد الرسول الميلاد. ده البولس اللي بيتقرا في عيد الايه؟ مش انتوا بتحضروا عيد الميلاد؟ ما تقدروش. تقدروا القداس؟ ولا بتقعدوا في القداس تكلموا بعض زي ما انتوا قاعدين تكلموا بعض دلوقتي؟ ها؟ احنا نخش الكنيسه كل كلمه بنسمعها نركز فيها. لان الكنيسه ايه؟ بتقول كلام حلو جدا. وصدقوني لو احنا من صغرنا وعينا لكل اللي بتعمله في الكنيسه لكنا طلعنا علماء لاهوت. صدقوني. فاحنا دلوقتي خدنا بقى ايه؟ الوجود الازلي للسيد المسيح وان هو ايه؟ الله المتجسد. اسمع النص ده كده ونناقشه مع بعض. إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم شارك أيضا كذلك فيهما. إذ تشارك الأولاد في اللحم والدم تشارك هو أيضا فيهما. يعني إيه الكلام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا كلنا كده، كلنا مع التعددية بتاعتنا والاختلافات الشكلية بتاعتنا كلنا بنشترك في حاجة اسمها الايه؟ اللحم والدم اللي هو الجسد. اللحم والايه؟ طب اللحم ده ايه؟ والدم ايه؟ ها؟ الدم ايه؟ فاكرين لما ربنا سمح بأكل اللحمة قال لهم تاكلوا اللحمة مش كده؟ بس قال لهم حذرهم من ايه؟ من أكل الايه؟ الدم. ليه؟ لأن الدم نفس الحيوان
تمام. المفروض انتوا عارفين الحاجات دي. ها؟ اقروا الكتاب المقدس. اذا بقى هنا ايه؟ اذا التجسد السيد المسيح خد طبيعه بشريه كامله اللي هي الايه؟ الجسد والايه؟ والنفس. عشان كده في القداس الايه بنقول ايه؟ تجسد وتأنس. تجسد وإيه؟ خد طبيعة بشرية كاملة. خد طبيعة بشرية إيه؟ كاملة. خدتوا بالكم؟ طب يا ترى خدها عمل بيها إيه؟ يا ترى يعني كان بيشتغل بيها؟ كان بيشتغل بيها؟ ولا يا ترى اتحد بيها؟ وايه الفرق بين الاثنين؟ يا ترى خد الطبيعه دي يشتغل بينا مجرد كده ان هو يعني ايه يشتغل بيها، ولا اتحد بيها؟ ها؟ اتحد بيها. ممكن حد يقول لي تشبيه للاتحاد ده عشان نفهمه بالظبط؟ يعني هتقولوا التشبيه اللي بالظبط هيفهمنا يعني ايه اتحاد اللاهوت بالناسوت. ايوه. نعم. الشمس والنور. حديد والنار. نعم. العليقة. برافو عليك. برافو عليك. كل واحد فينا عبارة عن اتحاد الكائن الروحي بالكائن الايه؟ الدليل. الدليل. جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض، هذه المادة، ونفخ في انفه نسمة حياة فصار نفسا حيا. في فرق كبير جدا بين النفس والايه؟ والجسد. طول ما النفس موجوده في الجسد انسان حي، والنفس تفارق الجسد الجسد يهمد. فهمت الحته دي؟ فهمت الحته دي؟ طب من مره بقى ما دام جبنا السيره دي، يعني السيد المسيح على الصليب مات ازاي؟ انفصلت نفسه عن جسده، ولكن لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نفسه المتحده باللاهوت انفصلت عن جسده المتحد باللاهوت، فالجسد دفن في القبر والنفس ايه؟ نزلت الى الجحيم متحده بالايه؟ باللاهوت. خلاص كده؟ في القيامة عادت النفس المتحدة باللاهوت تتحد بالجسد المتحد بالإيه؟ باللاهوت، فقام السيد المسيح. خلاص كده؟ فهمنا الحتة دي؟ فهمناها؟ اللي مش فاهمها يسأل. اللي عنده أي سؤال في الكلام اللي أنا قلته ده كله يقول لي النقطة دي أنا مش مستوعبها. نعم. ازاي الجسد هو مش هقول لك مات، هو هنقول لك يعني ايه؟ همد، لم يرى فسادا يعني، ها؟ بس هو متحد باللاهوت. هو حياة الجسد باتحادها باللاهوت، ولا حياة الجسد باتحادها بالنفس؟ خلاص، ما النفس انفصلت، يبقى اذا الجسد هنا ايه؟ همدان. صح كده؟ اوعى تفتكروا ان حياه الجسد السيد المسيح نتيجه اتحاده اللاهوت بالناسوت. ماشي؟ يبقى اتحد طبيعه اللاهوت الكامله
بالناسوت الايه الكامل، اي اتحاد النفس البشريه باللاهوت والجسد البشري بالايه باللاهوت، فصار كائن واحد طبيعته واحده اسمه الله المتجسد. عشان كده هنقول ايه ده الابن الوحيد، ده الابن الوحيد الوحيد اللي فيه لاهوت كامل متحد بناسوت ايه كامل. مش احنا مش كده، احنا بشر فينا نفس متحده بالايه بالجسد، اذا فرغت النفس الجسد الجسد ايه يهمد والنفس تروح الفردوس. خلاص كده ماشي كلام، في صعوبه الكلام ده؟ اي صعوبه بس قول لي يعني اسالني. طب ليه ايه بقى اللي خلى المسيح يعمل العمليه دي؟ ايه اللي خلى ربنا يعمل كده؟ نعم الفداء، برافو عليك. كان بيقول هنا بقى ايه، فإذا تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ويعتق اولئك الذين خافوا خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. يبقى إذا بقى إيه؟ أول هدف للتجسد عبارة عن إيه؟ ليه ربنا يتجسد؟ أول هدف، الهدف الأساسي هو إيه؟ خلاص. خلاص. خلاص من إيه؟ هي اتقالت إيه؟ أنا أقرأها لكم تاني. اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت على الصليب ها ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، عشان يحررنا من العبودية. يبقى إذا أول هدف هو إيه؟ ها؟ الخلاص او الباقي الفداء من ايه بقى؟ من حكم الموت اللي احنا جالنا منين؟ الذي خلق الانسان على غير فساد والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحيي لابنك الوحيد ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح. ماشي؟ يبقى حكم الموت كان علينا حكم موت، جه منين؟ من آدم لما قال لما أكل من الشجرة. الله طب هو آدم أكل من الشجرة احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ها؟ إيه رأيكم؟ هل المسيح اتجسد عشان موت آدم ولا موت البشرية كلها؟ طب آدم اللي غلط أنا مالي؟ ها؟ كنا في ايه؟ كنا في ادم؟ تثبتي لي الكلام ده؟ كلمة سمعتيها يعني؟ ما احنا كنا في ادم بس، يعني انا عايز اقول ايه؟ انا مالي وماله؟ هو اللي غلط. انا مالي؟ ها؟ طبيعته هو اتغيرت انا مالي؟ هل في دليل كتابي اللي انتوا بتقولوا ده؟ مش هقول لكم على الدليل على فكره، هسيبكم تدوروا عليه، هسيبكم تدوروا عليه ومش هلمح لكم اي حاجه من حياتي، وان جيت لكم محاضره ثانيه هسالكم السؤال ده. ماشي؟ اعملوا بحث انتوا بقى. يبقى اول هدف كان ايه؟ الخلاص من الموت وحكم الموت ومن الفساد اللي نتج عن خطية ايه؟ ادم اللي احنا ورثناها. ماشي الكلام ده؟ اي حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ او سؤال؟ نعم.
الهدف الثاني ان المسيح اتجسد عشان يعلمنا. علمنا ايه؟ يعني انت لما تقرا الانجيل كده تتعلمي حاجه من المسيح ولا مفيش حاجه؟ ولا انت يعني انت بتقري شخص اسمه يسوع كان بيعمل كيت وكيت 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 والشخص ده ايه اتصلب وبعدين قام وخلص؟ يعني متفرج، احنا متفرجين على الله ولا في حاجه بنتعلمها منه ايه؟ هو الحقيقه ايه؟ شاركنا حياتنا، شاركنا اكلنا وشربنا ونومنا وحركتنا معاملاتنا وايه كمان؟ وصلى، فعلمنا ازاي نصلي. مش علمنا ازاي نصلي، قال لنا متى صليتم فقولوا، علمنا ازاي نصلي ازاي. ان التلاميذ لما شافوه بيصلي فقالوا له علمنا يا رب كيف نصلي. اصل وقفتك في الصلاه ايه يعني شوقتنا ان احنا ايه نتعلم نصلي زيك، شوقتنا الحته دي. وصام فعلمنا كيف نصوم، ولم يدين فعلمنا ان احنا كمان ما ندينش، وغفر للناس فعلمنا ان احنا ما نغفر للاخرين. طب ازاي بقى؟ انا قلت كم نقطه منهم وعايز كل واحده منهم ليها دليل. نعلمنا هو صام فعلمنا كيف نصوم، وصلى علمنا كيف ايه صلى، وعمل حاجه تانيه كمان لسه كنا قريب بنتكلم فيها في الكنيسه، ايه؟ علمنا ازاي نغلب الشيطان. طب ازاي؟ ازاي؟ بالمكتوب. والمكتوب ده فين؟ في العهد القديم ولا في العهد الجديد؟ في العهد القديم. مكتوب انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، دي فين؟ سفر التثنيه. ها مكتوب لا تجرب الرب الهك، في العهد القديم. مكتوب للرب الهك تسجد اياه واحد تعبد، العهد القديم. يبقى اذا بقى واحد يقول لك ايه مالناش دعوه بالعهد القديم، ده بيضحك عليك. يبقى اغلب الشيطان ازاي؟ بالمكتوب. لازم اعرف ايه المكتوب. طيب نقول ايه تاني؟ علمنا ان هو لا يدين. ها اما دانك احد قالها لمين دي؟ التي امسكت ذات الفعل. علمنا ان احنا نغفر للمخطئين الينا. ها ازاي؟ يا ابتاء اغفر لهم. والله ده احنا يعني اتعلمنا منه كتير. أو بمعنى تاني اداني النموذج الايه الحقيقي للإنسان زي ما ربنا خلقه. ايه الدليل؟ فاكرين المسيح قبل ما يصلب بحاجة بسيطة قوي قوي قوي، مين كان بيحاكمه؟ رؤساء الكهنة، ومين كمان؟ بيلاطس البنطي. بعد ما حقق معاه بيلاطس البنطي خرجوا كده وقال لهم ايه؟ هذا هو الإنسان، هو ده الإنسان، هو ده الإنسان. يعني إيه؟ يعني هذا هو الإنسان الذي خلقه الله على صورة الله وشبهه. هو المفروض يكون كده، فهمت الحتة دي؟ يبقى إذن بقى أول هدف أساسي هو الخلاص. اثنين إن إيه؟ علمنا. هدف تاني عشان نعرف، عشان نعرف احنا عمالين نسمع عن ربنا، نسمع عن ربنا، نسمع عن ربنا، نسمع عن ربنا، وناس كتير جدا يكلمون عن ربنا. وبعدين بقى في السكة كده حصل ايه؟ حصل ان ربنا عمل اعمال كتيرة جدا جدا مع الانسان، وجه في حتة كده قالوا ايه؟
احنا لازم يعني نعمل لنا إله زي ما كان في مصر بالظبط. فين دي؟ سفر ايه؟ خروج. وفعلا عملوا كده، فعلا عملوا كده. ليه؟ انا عمال اسمع ربنا، عايز اشوفه، انا عايز اشوفه. بس هو ربنا قال ايه؟ يعني موسى قال له ايه؟ يعني بعد ما ربنا عمل مع موسى حاجات كتيرة جدا جدا، قال لي ارني مجدك. خلاص انت عملت كل حاجة، فاضل حاجة واحدة بس، ايه؟ اشوفك. قال له لا يستطيع انسان ان يراني ويعيش. الله. فهو جاي بقى عشان خاطر ايه؟ نشوفه ونعيش. ازاي طيب؟ جاء عشان نشوفه ونعيش. طب ازاي؟ جه مرة فيلبس قال له ايه؟ أرنا الآب وكفانا. قال كل الزمان ده كنت معاك يا فيلبس ولسه ما عرفتنيش. الذي رآني ها؟ رأى الآب. في احتياج للإنسان للمخلوق ان هو يشوف الآب. في احتياج. الاحتياج ده سنفذه لنا فين؟ التجسد. الذي رآني ها؟ قد رأى الآب. يبقى إذن أول شرط ها؟ خلاص. اثنين، علمنا، ادانا إن الإيه؟ النموذج بتاع الإنسان اللي خلقه ربنا. إيه؟ إيه تاني؟ إن هو عرفنا ربنا. عرفناه، شفناه. شفناه. دول بس ده الجيل بتاع المسيح بس هو اللي شافه. ده الجيل بتاع المسيح بس هو اللي شافه. بس احنا ما لناش حظ ولا ايه الحكاية؟ ايه رأيكم؟ ها؟ ها؟ الذي كان من البدء. على فكرة اسمها البدء مش البدء على فكرة. يعني عيب قوي ان المجموعة اللي قدامي دلوقتي لما يجي يقرأ الانجيل يقروها من البدء. من البدء. الذي كان من البدء. الذي سمعناه. الذي رأيناه بعيوننا. الذي شاهدناه ولمسته ايدينا. شفت بقى؟ سمعناه بهدنا. شفناه بعينينا. ايدينا لمسته. من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت. الحياة التي كانت عند الآب من أزل أظهرت في تجسد الإيه؟ المسيح. أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه مرة ثانية وسمعناه ونخبركم به لكي يكون لكم معنا شركة. كأنكتوا إيه؟ شاركتونا. وبالتالي انت بتيجي تحضر قداس كانك بالظبط بالظبط ايه؟ يوم خميس الاحد. شفتوا جمال الكنيسه بتاعتنا بقى؟ يبقى خلاص ها؟ علمنا النموذج الحقيقي للانسان الايه؟ اللي خلقه ربنا على صورته وشبهه، وكمان عشان نعرفه ما نبقاش تايهين عنه. ما يبقاش ايه؟ عشان كده قال ايه؟ اوعى تعمل لنفسك صوره ولا تمثال لربنا. يعني ايه الكلام ده؟ اوعى تتخيل لنفسك اله على كيفك. يعني ايه؟ ربنا اللي تشوفه اللي تعرفه من الكتاب المقدس ومن الكنيسه هو ده ربنا. مش حد تاني. مش اله تاني. ايه كمان؟ اخذ الذي لنا أعطانا الذي له. إيه بقى؟ خد مننا إيه؟ الطبيعة البشرية. ما خلا الخطية. ما خلا الخطية. طب إزاي؟ لأنه مولود من السيدة العذراء بدون إيه؟ بدون زرع بشر.
عشان ما يورثش الخطيه بتاعت ايه؟ ادم. قال لها طب ازاي الست العذراء تولد وهي عذراء؟ وهي سالت السؤال ده حصل ايه؟ الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك المولود منك قدوس يضع ابن الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الروح القدس حل اقنوميا على الست العذراء، ومن هنا جه التجسد. طب ازاي؟ ايه دور الروح القدس؟ نمرة واحد، قدس المستودع عشان يبقى فيه حلول إلهي. قدس المستودع عشان يبقى فيه حلول إيه؟ إلهي. وأخذ من دمها جسدا اتحد به أقنوم الإيه؟ الكلمة. وهذا الاتحاد بغير امتزاج ولا تغيير ولا افتراق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللاهوت لم يتغير والناسوت لم يتغير. اوعى يعني تكون تفتكر انت ان اللاهوت ايه؟ فقد شيء بتجسده. اللاهوت كامل. ولا الناسوت ذات حاجه بالتجسد. هو ياكل ويشرب ويتعب وكل حاجه. واخدين بالكم؟ ها؟ بغير اختلاط ولا امتزاج ولا ايه تغيير. اختلاط يعني ايه؟ تقدرش تميزهم من بعض. هو كائن قدامك الله متجسد. طب ممكن يكون وقت اله وقت تاني انسان؟ لا، في كل اعماله هو الاله متجسد، وفي كل اعماله هو الاله متجسد. في حياته وفي موته وفي قيامته هو الاله المتجسد. ماشي. أخذ الذي لنا أعطانا الذي إيه؟ له. أخذ خطيتنا كحامل الخطية وأعطانا بره. صار ابن إنسان لكي نصير نحن أبناء الله. فهمت حتى دي؟ صار ابن انسان. كان دايما يقول لك قال ابن الانسان، ابن الانسان ليه؟ عشان انتوا تبقوا اولاد ربنا. ولما تيجي تصلي تقولوا ايه؟ ابانا الذي في السماوات، وابوك الذي يرى في الخفاء. بس هو ابن بالطبيعه ونحن ابناء. حد يكمل؟ بالتبني. ماشي الكلام؟ أتى لكي يقدسنا. أتى لكي يقدسنا. أنا عايز أفهمها منكم بقى دي. يعني إيه يقدسنا؟ احنا قلنا ان اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ها قول. كونوا قديسين دي، حاول تكون قديس يعني. يعني حاول ويتوصل يا ما توصلش، ولا حاجه ثانيه؟ صيرنا هياكل وروح الله ساكن فينا. هي دي القداسه. فأخذ طبيعتنا وأعطانا روحه القدوس. شفتوا عمل إيه بقى؟ شفتوا التجسد عمل إيه؟ إيه كمان؟ في حاجة تانية؟ طب إيه التعبيرات اللي بتعبر عن التجسد؟ في كده من خلال الكتاب المقدس كده. قانون الإيمان بنقول إيه؟ الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا ها نزل من السماء. نزل، يبقى نزل دي تعبير عن التجسد.
طب يا ترى لما نزل ساب السماء وبقى في الارض؟ طب قبل ما ينزل ما كانش في الارض؟ مين اللي بتقطع ده؟ كان ازاي؟ كان ايه؟ ازاي؟ برافو عليك، بلاهوته موجود وكان بيشتغل. كان بيشتغل ازاي؟ ايه الدليل؟ كل معجزات الانبياء كان هو اللي بيعملها بيهم، كان هو اللي بيعملها بيهم. يعني ساعة لما موسى ضرب المية كده، مين اللي شق البحر؟ طب ساعة لما نعمان السرياني سفي من برس، مين اللي عملها؟ طب لما حصلت بركة لقصة الزيت وكمية الدقيق اللي عند الأرملة الصرف السرطان، مين اللي عملها؟ هو بواسطة مين؟ إيليا. مش إيليا اللي عملها، مش إيليا اللي عملها، هو موجود معانا قبل ما يتجسد. يقول لك نزل، بس هو في نص معين كده يدل على ان هو نزوله لم يخلي السماء منه، وقبل ما ينزل وجوده أكيد على الأرض. إيه بقى؟ فاكرين اللقاء بتاع نيقوديموس؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي إلا الذي ابن الإنسان الذي نزل، هو صعد ابن الإنسان وهو إيه؟ وقت بيكلمه بيقول له أنا بكلمك بس أنا في السماء. صحيح نزلت من السماء بس انا ايه؟ موجود في السماء، وقبل ما انزل انا موجود في الارض. ليه؟ بلاهوته ايه؟ يملا الايه؟ الكل. طيب اي اسئله ثانيه في الكلام ده كله؟ حد يقدر يلخص لنا بقى اللي قلناه ده كله؟ اول حاجه ان العقيده شيء سهل جدا، بسيط جدا، احنا عايشينه بإيماننا. بس هي في مشكلة ان احنا ايه؟ نحاول نستوعب الكلام ده كله بايه؟ باجتهاد عقلي مش هيحصل. امال ايه؟ بالإيمان. والإيمان ده ايه؟ برضه مجهودنا احنا؟ مال عطية منه، عطية منه، هو اللي بيدينا الإيمان ده. ماشي؟ فنؤمن بقى ايه؟ بالوجود الأزلي للسيد المسيح قبل تجسده، تجسد من أجل الخلاص، ها؟ من أجل أن يعلمنا، ها؟ نعرفه، ها؟ أخذ الذي لنا، أعطانا الذي له، صيرنا إيه؟ قديسين بحلول روح القدس علينا، صار ابن إنسان لكي نصير نحن أبناء الله، طبعا بالمعمودية، ماشي الكلام ده؟ لعل بس بالأفكار البسيطة دي تكون إيه؟ خدتوا فكرة بسيطة كده عن التجسد، نقدر نلمها بقرايتنا أكتر في الإنجيل. أي سؤال؟ حاجة من اتنين، يا يعني انتوا فهمتوا فمش عايزين سؤال، يا يعني انتوا ايه؟ طب مين مش فاهم؟ طبعا اللي كانوا بيتكلموا مش فاهمين حاجة. لا ايه؟ ادم وعلاقته بنبته مين؟ اه لا 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 دي هتبعثوها انتوا. في كتاب مقدس. صدقيني موجودة في كتاب مقدس.
انا ما جبتش حاجه من عندي، كل اللي قلته ده مش اجتهاد، كله من كتاب مقدس. حضرتك جاي الساعة كام؟ لا مش لسه، خلاص انا خلصت. على فكرة التجسس فيه أسئلة كتيرة جدا، يعني يدوب يعني يدوب يعني اتكلمت عن القشور اللي فيها يعني، لكن يعني التجسس ده موضوع كبير قوي. بس عشان ما اخدكوش، احنا خدنا دي مقدمة لموضوع التجسس. ماشي يا جماعة؟ ربنا معاكم. ممكن نصلي قبل ما ننزل السماء. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين صلى بالشكر قائلين ابانا في السماوات تتقدس اسمك، ليات ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء.